كمقارنه بقى بين الاف اي ار والاي اي ار فلترز، يعني بيسكلي في مجموعه من الحاجات كده لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا عشان نبقى عارفين الفرق بين دي وبين دي. اول حاجه، اي اي ار فلترز ار امبلمنتد مور افيشنتلي ذان اف اي ار فلترز in terms of number of operations that require storage. يعني احنا عندنا الشكل المعقد بتاع الاي اي ار فلترز ده، رغم ان هو معقد الا ان هو اكشولي احنا ممكن نوصل بيه بالريسبونس احسن بعدد اقل من الكمبيوتيشنز. اوكي، الامبلمنتيشن بتاع الاي اي ار فلترز يوزنج ذا ديفرنس ايكويشنز ريزلتنج فروم ذا ترانسفير فانكشن از سمبل اند كومبيتيشن افيشنت. اوكي، والاف اي ار الحقيقه برضو ممكن يتعمل بطريقه افيشنت برضو، ان احنا نستعمل الايه الاف اف تي عشان نقدر نحسبه، وده برضو بيبقى فيري افيشنت. فهما الاثنين الحقيقه الامبلمنتيشن بتاعهم ممكن يعملوا بشكل يبقى فيري افيشنت. اوكي، فما فيش فيهم حد نقدر نقول الامبلمنتيشن بتاعه معقد عن الثاني. طبعا احنا ممكن برضو في الاف اي ار فلتر نعملها من الديفرنس ايكويشن، بس طبعا احنا هنلاقي ان احنا يعني في كل الاحوال الامبلمنتيشن ما هوش شكله يعني في عندي مشكله في واحد مش موجوده في الثانيه المشكله دي. اوكي، هما الاثنين ممكن نعملهم امبلمنتيشن يعتبر very efficient. اوكي، الاف اي ار فلترز الميزه الاساسيه بتاعتها برضو انها باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل، زي ما احنا كنا قلنا قبل كده لما احنا كنا بنتكلم على الجزء ده في الديسكريت تايم سيجنالز اند سيستمز، علشان هي في بيسيكلي ما فيهاش فيدباك كومبوننت اللي كانت موجوده. احنا كنا جربنا قبل كده اكزامبلز في الجزء دوت، وكنا ورينا ان احنا في بقى عندنا بعض الاي اي ار سيستمز ممكن تبقى ان ستيبل. اوكي، فبيسيكلي احنا عندنا الاف اي ار بنبقى ضامنين 100% انها باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل، الاي اي ار لا، بيبقى لازم ان احنا نعمل عليها تشيك علشان نتاكد ان ايه كل البولز بتاعتها انسايد ذا يونت سيركل. لو كانت البولز انسايد ذا يونت سيركل يبقى ما عندناش مشكله، لو كانت البولز بتاعتها موجوده على اليونت سيركت او بره يبقى معنى كده ممكن يبقى في عندنا مشكله. عندنا مشكله معناها ان احنا عندنا في بعض الفاليوز او بعض الفريكونسيز ممكن يبقى الفلتر بتاعنا فيها ما هوش ستيبل. فدي حاجه مهمه، دي ميزه بقى الاف اي ار فلتر انه احنا متاكدين 100% ان هو دايما ستيبل. الاي اي ار فلترز وي هاف تو ميك شور ان هو كده. اوكي، يعني هو ممكن يكون كده او ممكن ما يكونش. نفس الكلام بالظبط، الاف اي ار فلترز كان بي ديزاين تو هاف لينير فيز، دي الترم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. الاي اي ار فلترز دايما عندها نون لينير فيز، يعني ما اقدرش نخليها تاخد لينير فيز ابدا. اوكي، فممكن هي يعني بالعافيه كده نخلي في جزء اللي هو بتاع الباس باند اللي هو الجزء اللي بيعدي في الفريكونسي. اوكي، ده ممكن نخليه قريب من لينير فيز، بس اكشوال بقيه الحاجات ما نقدرش. فدي طبعا في ميزه ان اف اي ار دايما او يعني سهل علينا ان احنا نخليها لينير فيز في كل الفريكونسي باند، والاي اي ار لا ما هياش بالبساطه دي. اوكي، فطبعا في بعض الحاجات فيها مزايا، يعني الاي اي ار هنا له ادفانتج ان هو مور افيشنت ان ترمز اوف نمبر اوف كومبيتيشنز، الامبلمنتيشن بتاع الاثنين ما فيهمش مشكله، الاف اي ار فلتر احسن من ناحيه الاستابيليتي، الاف اي ار فلتر احسن من ناحيه الايه اللينير فيز ريسبونس.